ضيفك المبدع الفنان الموهوب العجيمي يحيى الله منيان. يا هلا ويا مرحبا فيك، وانا كلي فخار اني اسالك واجاب لك. يا يبه العجيمي حبيناك بكل شخصياتك وبكل كاركتيراتك. ها اي صعبه شوي علي الكلمه هذه. وانت يا يبه حسب رايي وراي كثير اكيد من مؤسسين الفن والدراما الكويتيه، وما انك قديم ومؤسس، شفنا يعني من جيلك فنانين افتحوا وسلكوا طريق الانتاج سواء كان بالتلفزيون او بالمسرح، مثلا طارق العلي ولا عبد الناصر درويش ولا حسن البلام، ونعم فيهم كلهم، ولكن انت ما شفناك سلكت هذا الطريق بالانتاج. ليش يا يبا؟ هل في احد مضايقك في احد مزعلك، ولا انت مرتاح انك تاخذ تشتغل في الاعمال وتاخذ الاجور من المنتجين وفقط؟ هذا اللي انت احنا الجماعة علينا شوفتك يا يبا سواء كذي ولا كذي، بس بنستفسر ولا عليك امر. اتفضل يا يبا دلو دلوك ويا هلا ويا مرحبا فيك. يا هلا يا مرحبا. قايل لا تسال اسئله مو زين، عارف انا قبل لا ادسك وحذرته وهو بالكنترول. قلت له يوزع على سيرتك. لا لا الاسئله بايخه. اريح حقك انك ممثل من غير ما تكون منتج. هو خليني اقول سؤال، ترى كل شيء حسب توافيته وحسب الميول. يعني انا ما اقول ما دخلت بالانتاج، دخلت انتجت مسرح مو اقل من 3 4 مسرحيات. صحيح. على مستوى التلفزيون عمل 30، اشتغلت عمل واحد كوميدي. وعلى مستوى حتى السينما توني من سنه سوينا عمل سينمائي اللي هو ابو عقاب عايش. الحين في فكره بعد ان شاء الله شهر 9 نازلين انتاج مسرحي. نعم من انتاجك ان شاء الله. بس الدراما التلفزيونية 30 حلقة غير الكوميدي اللي قدمته ما بعدها ما دخلت. مع انه والله اكثر من مرة في ناس قاعد تحفزني عرض عليك يلا اي وهذا، لكن يعني انا من وجهة نظري يعني صاحب البالين شداب، انت بتنتج لازم في ناس تدير لك. صح. يا تصير ممثل يا تصير منتج. وفي ناس وايد طلعوا منتجين وممثلين بنفس الوقت او مخرجين عملهم ضاع وما يعني هذه وجهة نظري.